تليفون ومن خلال الشاشه زميلنا العزيز مينا ماهر واخر كواليس ما قبل سفر بعثه النادي الاهلي. انا تخيلت اللحظه ده مكالمه مش عارف ليه. يا مينا صباح الفل مره ثانيه وكل سنه وانت طيب يا مينا وعقبال مليون سنه. كل سنه وانت طيب يا مينا. ربنا يخليكم وحضراتكم طيبين، بجدد تحياتي ليكم مره اخرى، بجدد تحياتي الساده المشاهدين. يمكن انتهى بالفعل تدريب النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ السوداني، يعني يمكن تدريب شهد تالق كبير من جميع اللاعبين، شهد حماس كبير في الملعب. يمكن في الاول طبعا زي ما قلنا كان في تدريبات استشفائيه للاعبين يعني اللي رجعوا من معسكرات المنتخب ان كان المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، ولكن بعد التدريبات الاستشفائيه شاركوا بالفعل في التقسيمه اللي عملها مستر بيتسو موسيماني. كان تقسيمه عباره عن ثلاث تقسيمات لفريق النادي الاهلي، بصراحه شاركوا بشكل قوي جدا. يعني عايز اقول لكم الاجواء هنا مليانه حماس، الاجواء كلها تركيز على المباراه القادمه الحاسمه ان شاء الله تكون لنصيب النادي الاهلي يقدر يفوز ويحقق من خلال بوابه السودان يحقق الصعود لدور الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. يمكن كابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران، حضر المران وكان بيؤازر اللاعبين وبيشجعهم على اهميه الفوز في المباراه المقبلة والصعود إلى دور الربع النهائي. يمكن ده حاجة متعودين عليها من دايما من كابتن محمود الخطيب، إن هو دايما بيؤازر الفرقة في خلال المباريات الهامة والقوية زي المباريات دي. الخبر المفرح والصار بالنسبة لنا جميعا وهو بخصوص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. يمكن في بداية المران كان في جلسة حوالي خمس دقايق ما بين مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور عمرو محب المترجم الخاص وكابتن عبد المنعم محمود عبد المنعم كهربا. يمكن بعد التمرين كلمت مع كابتن سيد حفيظ اللي اكد لي على ان كهربا قدم اعتذار رسمي لمستر بيتسو موسيماني ولكابتن سيد حفيظ واللاعبين، وقال انه ان شاء الله هيكون متواجد من خلال صفوف التدريبات الجماعيه مره اخرى للفريق بعد العوده من مباراه المريخ السوداني، وهيكون امر يعني مشاركته في المباريات راجع لمستر بيتسو موسيماني، لكن هيكون موجود بشكل مستمر في التدريبات الجماعيه مره اخرى بعد تقديم الاعتذار الرسمي لمستر بيتسو موسيماني وكل اللاعبين والجهاز الفني والاداري. خلاص يعني بالفعل في خلال ساعه هيكون يتم توجه اللاعبين الى مطار القاهره الدولي. يعني يمكن دلوقتي لسه التدريب منتهي منذ حوالي 10 دقائق، ويمكن اللاعبين دلوقتي بيجهزوا ل ذهاب للأوتوبيسات وإن شاء الله يروحوا لمطار القاهرة الدولي. كل التوفيق وإن شاء الله كل الدعم لفريق كرة بالنادي الأهلي، إن شاء الله يقدم مستوى قوي ومستوى مطلوب، وكلنا أمال إن شاء الله النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني واثقين فيهم إن هم يقدروا يقدموا لنا مباراة قوية ويرجعوا لنا إن شاء الله بصعود لدور ربع النهائي. دي كانت كل الكواليس والأخبار المتعلقة بتدريب النادي الأهلي. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. انا هروح بس معاك سريعا يا مينا قبل ما نختم، لان انا حابه جدا كمان الجمهور يعرف ما دار بين كابتن بيبو والفريق، يعني في اي حوار سمعته، في اي ملاحظات كابتن بيبو قالها لهم، عايزين تنقل لنا الصوره علشان برضو احنا حابين نعرف ايه اللي اتقال. دايما بيكون كابتن محمود يعني خطابه مع الفريق مشجع جدا وبيبقى فيه رسائل قويه، فحابين لو انت عندك اي معلومه تنقلها لنا، اتفضل. يمكن كابتن محمود كان موجود وحضر التمرين بالفعل، كان قاعد في جلسه مع كابتن سعد عبد الحفيظ، ما التقاش باللاعبين الى حد الان، ولكن بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ ان هو بيبعت رساله للاعبين باهميه هذه المباراه واهميه الفتره الجايه ان شاء الله في مسيره دوري ابطال افريقيا وفي مسيره البطوله العاشره للنادي الاهلي. يعني يمكن كان بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ على اهميه ضروره الانسجام وضروره التركيز مع جميع اللاعبين فيما هو متعلق داخل دوري ابطال افريقيا وايضا الدوري المصري. يمكن ما اتكلمش مع اللاعبين لانه كان اللاعبين سايبهم مركزين في التمرين، ما رضاش يوقف التمرين، ما رضاش يعني يوقف اي حاجه ليها علاقه بالتدريبات. يمكن بعد ما اللاعبين خلاص ودخلوا على غرف الملابس وانا معاكم دلوقتي، يمكن في جلسه ما بين كابتن سيد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. رائع جدا، على كل حال كل التوفيق، واحنا اكيد في قناه الاهلي متابعين يعني الفريق خطوه بخطوه. شكرا ليك يا مينا جدا. جميل.